رئيسي رئيسي في هذه المفاوضات، وممكن يكون هيمثل طرف من احدى الاطراف الفلسطينيه. هو طبعا بديل حضرتك استاذه عزه الى حين يعود المفاوض الفلسطيني، لانه كما تعلمي الجانب الفلسطيني مقاطع منذ عده اشهر، الجانب الامريكي وواقف الاتصالات الدبلوماسيه والامنيه، وبناء عليه تبحث الاداره الامريكيه حضرتك عن بديل، وبديل واقعي. وانا اذكرك انه ما بدات المفاوضات في مدريد في مطلع التسعينات من خلال وفد مشترك. المنع الفلسطيني دي نقطه ايجابيه ولا نقطه لا، هو حتى الان حتى الان تبدو هذه الخطوة إيجابية بالنسبة للمفاوض الفلسطيني. إيجابية. لأنه في هذه الجولة اللي حضرتك أشرت إليها حاول مبعوث السلام من خلال عدة أشخاص الضغط على الرئيس أبو مازن لدفعه للقاء الشخصيات الأمريكية سواء المبعوثين أو شخصيات اقترحت، رفض الرجل لأنه هو يريد أن ينفذ أمره. ودي عقلية الرئيس أبو مازن بالمناسبة. توسيع إطار عملية السلام بتشمل أطراف أخرى بما فيهم الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي ومصر على المستوى العربي والسعودية على المستوى الخليجي. فأنت بتتكلمي على توسيع إطار عملية السلام. ده الرجل حد ذاته كويس بصورة جيدة. وطرحه في مجلس الأمن في كلماته الأخيرة في مجلس الأمن حينما طالب المجتمع الدولي أنه لا أحد يعلو فوق مجلس الأمن، لا أحد يعلو فوق الأمم المتحدة، وقال عبارة يمكن ربما حملت صورة مجازية، لا يعني لا يوجد لدينا سوى أنتم، فماذا نلجأ بعد ذلك إلى هل سنلجأ لإيه؟ خلاص ده منتهى الإيه التصور لينا كفلسطينيين. إذن الضغط على الرئيس أبو مازن في هذه الجولة تم، فشلت اللقاءات بصورة يعني أنه تدفع إلى المفاوضات. فكان هناك تكليف للأمير ويليام اللي هو ولي عهد بريطانيا أنه يقوم بزيارة رمزية، وهو بطبيعة الحال كان بيقوم بزيارة ما بين القدس وبين رام الله وبين الضفة، وأنه يلتقي الرئيس أبو مازن بالرئيس الإسرائيلي، فرفض الرئيس أبو مازن. هناك دعوة أيضا من الرئيس بوتين إلى نتنياهو وإلى الرئيس أبو مازن لحضور القمة، قمة نهائي كأس العالم. تمام. بحيث أنه تبقى لقاء رمزي ويستطيع الرئيس بوتين أن يجمع الطرفين. كل دي على مستوى الشكل اللي الأمريكان بيضغطوا على الجانب الفلسطيني. الجانب الأردني يبدو أن الملك عبد الله الثاني لم يعجبه ما طرح، وبالتالي سافر إلى أمريكا أثناء وجود المبعوثين في الإقليم. تمام. يعني هم كان لسه في المنطقة. وسافر إلى أمريكا يعرض ثلاث حاجات رئيسية وحاجة فرعية. أول حاجة أنه أن الأردن في حاجة إلى مساعدات اقتصادية عاجلة. يبدو أنه الأموال اللي حصلوا عليها 2 مليار ونص من قمة مكة غير كافية. النقطة الثانية أنه لا حديث عن فكرة الوطن البديل، أن الوطن سيقام في الضفة الغربية وليس في الأردن. انت عارفه هناك اراء في الجانب الاسرائيلي يروا ان مملكه الاردن انها مملكه مصطنعه، كانت شرق الاردن وانها وطن بديل وما الى ذلك. النقطه الاخيره وهي نقطه مهمه جدا ان الاردن سيرفض اي ترتيبات امنيه على ارضه بمعنى مؤقته، لانه الاسرائيليين بيتكلموا على مش منطقه وجود ترتيبات امنيه في منطقه غور الاردن فقط، بيتكلموا على امتدادات جو استراتيجيه ما بين الاردن وما بين الضفه الغربيه. الملك ومن معه تمام من الاسره الهاشميه لديهم هاجس اليوم التالي من عمليه التسويه. ليه؟ شرعيه الحكم الهاشمي استاذه عزه في الاردن، شرعية الحكم الهاشمي تقام على الاشراف على المقدسات الاسلاميه، وهناك تنافس اليوم تركي سعودي أردني تمام على إدارة المقدسات بصورة مؤقتة.